السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. احنا اليوم في 8 أغسطس 2020، بعد الإجراء اللي اتخذته البارح أوروبا، القرار اللي اتخذته أوروبا اللي هو شطب المغرب من لائحة الدول الآمنة من أجل السفر منه وإليه في اتجاه الاتحاد الأوروبي. فاليوم اليوم السبت 8 أغسطس، ما كانش شي تغيير كبير، ما كانش شي تغيير على مستوى الرحلات الجوية بالخصوص الاستثنائية. الرحلات بقات هي ديال رويال اير ماروك من الدار البيضاء، مدريد الدار البيضاء، يعني بقات الرحلة مبرمجة كما كانت. كذلك من الخطوط المياكين المغربية من الدار البيضاء من كازا لإيطاليا، جوج ديال شفت انا في الفلايت رادار، جوج ديال لي ديستيناسيون اللي هما ميلان وروما في ميتشينو. كذلك بقات الرحلتين برمجات كما كانت. والعربية للطيران كذلك، سواء من طنجة لندن، لندن طنجة، طنجة بروكسل، بروكسل طنجة، والنادور بروكسل، بروكسل نادور، وكذلك في اتجاهات اخرى في الاتحاد الاوروبي. والحمد لله ما طلبوش من المغاربه اللي داخلين دابا الاتحاد الاوروبي شي شروط جديده، مازال داك يعني ما بحال اللي كان باقا. واصلا هذا القرار اللي اتخذته الاتحاد الاوروبي كان واخذ المغرب قبل الاتحاد الاوروبي، لان ما زاد ما نقص. شنو المغرب ما خلاش يدخلوا السياح، ما خلاش يدخلوا فرنساوي، ما خلاش يدخلوا الماني، ما خلاش، يعني تقريبا القرار اللي اتخذته الاتحاد الاوروبي هو اللي كان معمول به. نطلبوا الله انه ما يزيروش على المغاربه اللي يكونوا داخلين ويبقى الامور كما هي. نطلبوا الله ان الرحلات الاستثنائيه تبقى كما هي، ولكن ان شاء الله علامات الخير ان شاء الله، ما دام اليوم ما يعني ما حيدوا حتى شي رحله اخرى. وبعدين نخلي لكم فيديوهات ديال الرحلات اللي شفت في الفلايت رادار هنايا، تشوفوها معايا في واحد البرنامج، في واحد الابليكاسيون سميتها فلايت رادار، كتقدر تشوف الرحلات فين ماشيه وفين ما جا. وصافي الحمد لله الرحلة الاستثنائية مازال كما هي. الحاجة الثانية اللي رايجة في وسائل الإعلام، وسائل التواصل الاجتماعي هاد اليومين هادي، هي ديك الفيديو ديال ديك الناس اللي دابزو في وسط الطيارة، والطيارة ماشي واقفة، يعني الطيارة طايرة في السماء ماشة، يعني في تيسير الله، ويعني دابزو مع بعضيتهم. ما فهمتش يعني واش الإنسان حيت ما كنفكر، يعني وماشي غير الدبزو غير بالفم، يعني غير شي موضوع ما عجبكش ولا كتعلق عليه ولا شي حاجه ما عجبكش كتعلق عليها، لا يعني الدبزو الاشتباكات باليد وهذا. وعاد في الاخر يعني على اذا ما بغيت نحط الفيديو، انا كنت باغي نحطه ولكن ما بغيتش نحطه لان فيه كلام نابي، و يعني كلمات صعيب ان الانسان يقولهم ويتحط في المهم، باش ما نشهروش بهم. بارك عليهم داكشي اللي دايزلهم دابا في الفيسبوك، نتمنى اننا ناخذوا العبره وهادشي اللي كاين. خليكم مع الفيديوهات. كما كنلاحظوا هنايا في فلايت رادار، هذه طائرة الخطوط الملكية المغربية، رقم الرحلة AT2971، هي في مطار مدريد، الآن تتجه نحو المدرج وتقلع في اتجاه الدار البيضاء. وهذه من ما هذه الطيارة ديال العربية للطيران في مطار طنجة، تقلع هي الأخرى، كدوز من المتوسط تدخل إسبانيا مشى لبروكسل بلجيكا. هذه في اليوم ديال اليوم ديال 8 أغسطس 2020، اذا الرحلات كامله مازال خدامه الحمد لله. هذه الرحله ديال العربيه للطيران من الناظور الى بروكسل، هي الاخرى تقلع من الناظور تمر عبر البحر الابيض المتوسط اتجاه اسبانيا، وبالتالي الى بروكسل ان شاء الله الرحمن الرحيم. كما كنشوفوا ما تاثرتش الرحلات ديال الاستثنائيه من المغرب في اتجاه الاتحاد الاوروبي. هذه رحلة اخرى العربية، لا عفوا الخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء، رقم الرحلة AT2940، تقلع من مطار الدار البيضاء
في اتجاه روما في ميتشينو، كذلك رحلة أخرى للخطوط الملكية المغربية من الدار البيضاء إلى إيطاليا، ولكن هذه المرة إلى مطار ميلان. رقم الرحلة مختلف طبعا لأنها طائرة أخرى ورحلة أخرى. أتي 2950 تعبر المتوسط اتجاه إسبانيا ومن بعد اتجاه إيطاليا. إذا الإخوان كما كتشوفوا ما تأثرش معنا الرحلات الاستثنائية ديال المغاربة من المغرب في اتجاه أوروبا، وكذلك من أوروبا في اتجاه المغرب. ولو أنه أنصح الناس اللي ما عندهمش علاش يهودوا للمغرب، الصراحة لما كانش شي حاجة ضرورية أحسن لهم ما يهودوش، ولكن كل واحد كيعرف راسو، كل واحد عنده ظروفه الخاصة. هذه الرحلة ديال العربية للطيران من لندن إلى طنجة كما تشوفوا معنا هنا في فلايت رادار. الرحلة واصلة إلى طنجة إن شاء الله الرحمن الرحيم. هذا الشيء اللي كان اليوم وليلة مبروكة.